مولانا، واحنا بنتكلم على هذا النظام المحكم، النظام الالهي في التشريع، وتحديدا وحنتكلم عن نظام المواريث، وبنرد على تلك الشبهات التي يثيرها البعض من هنا او من هناك بحسن نية او بسوء نية، يعني حول وضعية المرأة في الميراث، ونحن نتحدث ونفصل الامر علميا وتربويا في نفس الوقت، فرضا وتعصيبا، الحال ايه؟ التوزيع الأنصبة ليها على مستوى الفرض أو التعصيب؟ هو في من النساء من يرثن بالتعصيب فقط، ومنهن من يرث بالفرض فقط، وممكن الاثنين مع بعض، ومنهن من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى، ولكن لا تجمع بين الفرض والتعصيب. طيب، التي ترث بالتعصيب فقط هي المعتقة، وهي الوحيدة من النساء التي ترث بالتعصيب. صورتها ايه عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه المعتقة؟ المعتقة من كان لها عبدا او اما فاعتقت، فلما اعتقت هذه الاما او هذا العبد عمل وكسب مالا ومات دون وارث، فهي ترث امواله بالعصوبة، وهذه عصوبة سببية يعني بسبب العتق، وهذه هي الوحيدة من النساء التي ترث بالتعصيب بمفردها، يعني لا تحتاج الى من يعصب، وهي بنفسها عاصب، ولكنها عاصب سببي لأنها اعتقت فورثت بسبب العتق. طيب، من النساء من يرث بالفرض فقط، مثل الزوجة والأم والجدة والأخت لأم، هؤلاء يرثن بالفرض فقط ولا يرثن بالتعصيب. في من النساء من يرث بالفرض ولكن قد يعصب، من هؤلاء؟ البنت الصلبية وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب، لما نيجي نتكلم عن عصوبة هؤلاء، إما أن تكون عصبة بالغير وإما أن تكون عصبة مع الغير. عصب بالغير وعصبة مع الغير، يعني إيه؟ إيه الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير هي عصوبة الأنثى بذكر، يبقى لازم يكون العصوبة مشتركة ما بين ذكر وأنثى، بمعنى برضو عايزين بالمثال يتضح المقال. لما أيوة. يكون عندنا بنت صلبية وابن صلبي، في هذه الحالة البنت الصلبية عصبة بالغير. لماذا؟ لأن البنت الصلبية أصبحت عصبة بأخيها الذي هو الابن الصلبي، بنت ابن ومعها ابن ابن، هذه عصبة بالغير، لأن بنت الابن أصبحت عصبة بابن الابن الذي قد يكون أخيها أو ابن عمها. طيب، الأخت الشقيقة عصبة بالغير لأنها مع أخ شقيق، فهذه الأخت الشقيقة أصبحت عصبة بالغير لوجود الأخ الشقيق، فأصبحت عصبة به. أيوة. يعني هو الذي وجوده كان سببا في أن ترث بالتعصيب في هذا الأمر. الأخت